ده اتلغى خلاص عشان المشاورة تتسجل مع الفيديو. ماشي كده خلاص بيسجل صح؟ اه كده بيسجل. انت بتظبط التسجيل؟ تك عليه؟ نحط عليه؟ نحط عليه؟ ماشي. اشرف اعمل كويس كده. تاني حتة تاني حتة دي اسس يعني. البي دي اف انا عاملها وورد لو عايزين. فين هي بس اقلب كده زي البي دي اف ده وورد؟ لا 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 ده باوربوينت. اه باوربوينت. خلاص انا عايز بقى افتح بقى افتح الصوره. خلاص افتح باوربوينت عادي خالص. ما خلاص كده شغال. طب بقى ازاي؟ اه بسرعه. لا انا عايز لا لا ده اعمل له بس مينيمايز. اه مينيمايز. دي بقى كبريها من التورس بتاعتنا. السلام عليكم. بعتذر على التأخير والله النهارده، بس هي محاضرة صغيرة قوي. النهارده المحاضرة صغيرة إن شاء الله، وهتبقى آخر حاجة في النظري. إن شاء الله المرة الجاية هيبقى في مرة أو مرتين عملي. عملي يعني هوريكم الأجهزة شكلها إيه، وإزاي من أول ما العيان بيخش على إنه اتخطط له أو اتقرر له إنه هياخد راديشن، إيه الخطوات اللي بيمشي فيها، أشكال الأجهزة شكلها إيه. النهاردة هتبقى آخر حاجة نظري صغيرة إن شاء الله، مش هتتعبكم يعني. إحنا إمبارح آخر مرة اتكلمنا على التايبس أوف راديو ثيرابي، فقلت الحقيقه المره دي هقسمها لكم تايبس اوف راديو ثيرابي اكوردنج تو ايم، يعني ايه هدف اهداف الراديو ثيرابي، وهنقسمها تقسيمه ثانيه اكوردنج للتكنيك. هنقسمها كذا تقسيمه، واكوردنج للتايمنج يعني بيتاخد امتى. قلنا المره اللي فاتت من التايبس اوف راديو ثيرابي في عندنا كيوراتيف، اللي هو العيان اللي مش في الايرلي ستيج او في انواع معينه. مش شايفين كده؟ العينين في early stages في اورام معينه او في حتى advanced بس ما بينفعش عمل لهم جراحه، بياخدوا radio therapy in intent of cure، يعني بهدف ان هو ده علاجه الوحيد اللي بيشفيه. To shrink early stage cancers. Some cancers are very. على فكره انا عملتها لكم وورد لو عايزينها، انا معايا وورد دي واللي فاتت. لو انتم محتاجين وورد خليه يبقى، انا بتعب فيه جدا. فلو انتم مش عايزينه، في دكتور بيقول لي هيعايزها كده يعملها بي دي اف. لو مش محتاجين الورد خلاص ما عملش وورد بعد كده، فزي ما تحب. تو كيور اللي هو الصور. لا ده انا حطها لكم عشان تفتكروا تفتكروا الشرح يعني، لكن مفيش حفظ. انا حاطه لكم الصور بس عشان تفتكروا الشرح اسهل. اسهل مش حدش هيحق اقول لكم ارسموا يعني. مفيش رسم. لا 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 انا متصوره ان الصور بتسهل عليكم. لا العملي هنجيب لكم صور بس لما ناخد العملي ان شاء الله هيبقى في صور. هقول لكم دي في ارسم. جابوا لكم ارسم. هو جاب لكم ارسم في ايه؟ طيب بصوا قولوا لي السؤال ايه السبب، قولوا لي السؤال ايه السبب، لان الامتحان بيتحط من مصر. لا السنه اللي فاتت. لا السنه اللي فاتت لهم رسم، مجموعه سنه ثالثه ليهم رسم يعني، ليهم كيرفات كده لازم تترسم، لكن انتوا لا. مفيش حاجه تسموها. عموما بصوا احنا قبل الامتحان هيبقى في مرتين مراجعه. قبلها ان شاء الله يعني هشوف ايه الحاجات اللي بتاع. عندكم امتحانات قديمه ولا لا؟ حاول اجيبها يا دكتور. لو جبتوها ممكن نقعد نحلها مع بعض في مرتين المراجعه. تمام. لو الامتحان اللي فات اللي قبله كده يعني، لو عندكم امتحانات قديمه هاتوها نقعد نحلها سوا في مرتين بتوع المراجعه.
الكيوراتيف راديوثيرابي تو كيور اور شرينك ايرلي ستيج كانسر. سام كانسرز ار فيري سنسيتيف تو راديشن. الاورام بتاعه التستيكلز بتاعه الخصيه سنسيتيف قوي للراديشن, فممكن يبقى العلاج الاساسي بتاعها راديشن بس. اورام البلعوم اللي هو اللي بنسميه النيزوفارينكس, الجزء من البلعوم اللي خلف الانف ده, ما بيوصلوش جراحه, فبيتعمل له راديوثيرابي بس من الاساس لو كان في مرحله متقدمه بدري يعني. For certain cancers that can be cured either by radiation or by surgery, radiation may be preferred. لما يكون حاجة ممكن نعملها بجراحة أو براديشن, طبعا بنعمل راديشن لو الاثنين بيدوا نفس النتيجة عشان أحافظ على الأورجن. قلنا زي المرة اللي فاتت, زي قلنا المرة اللي فاتت زي موضوع الحنجرة, بدل ما بنعمل جراحة والعيان بعد كده بيرجع يحط أبوبة ولا بيحط صفارة. الايم الثاني من الراديشن باليشن, قلنا لما بيكون حد في مراحل, ده بيبقى في مراحل متاخره بقى, يعني الورم انتشر في العظم كبير في الرحم مثلا, بيعمل نزيف عامل الم في العظم, ده بنعمل له راديشن فور باليشن. باليشن يعني بخفف الاعراض بس, بسكن الم, بوقف نزيف, بخلي العيان مثلا اصغره له شويه عشان يقدر يبلع بسهوله لو عامل ما يعملش انسداد, اسمها باليشن. تو تريت سيمتومز, سيمتومز يعني اعراض caused by advanced cancer, sometimes cancer spread too far to be cured, هو خلاص انتشر مش هنقدر نعالجه. But even some of these tumors can still be treated to make them smaller, عشان نصغر الورم بس. So الانجليزي في مشكلة؟ So that the person can feel better, انه العيان يقدر يعيش مستريح, هو مش هيتعالج بس يعيش الفترة اللي عايشها يعيشها مستريح. Radiation might help relieve symptoms such as pain, زي الألم, in bone metastases, المتاسس يعني هي الثانويات, النطر بتاع الورم. Trouble swallowing or breathing, في التنفس لما تبقى ورم رئه وعامل حيل بين الرئتين, بيبقى ضاغط قوي على اجهزه التنفس, ما بيعرفش يتنفس, فنقلل الورم شويه يقدر ياخد نفسه مستريح. Or bowel blockage, باول اللي هي الامعاء, بلوكج انها انسداد عشان اقلله ما يحصلش انسداد وبعد كده اضطر نخش في جراحه. That can be caused by advanced cancer, advanced يعني مرحله متاخره. This is often called palliative radiation. النوع الثالث according للايم اللي هو prophylactic او preventive. بعض الاورام زي الاورام سرطان الدم, انواع منها معينه او سرطانات الغدد الليمفاويه دي كلها امراض سرطان الدم, بنبقى متوقعين وعارفين هو هينطر على المخ مثلا. انواع معينه من اورام الرئه, نوع معين منها بنبقى عارفين ان هو هينطر على الرئه على المخ, ما نستناش بقى وعارفين حتى لو هو اتعالج موضعي بعد شويه ليه نطر على المخ, فبندي حاجه اسمها بروفيلاكتيك. بروفيلاكتيك يعني وقائي, preventive يعني يمنع ان ما اجيش بعد كده بعد سنه الاقي عندي نطر على المخ, يبقى ببدا على طول بدل العلاج ان انا ادي راديشن على المخ. لو في اي مايكرو ميتاسيز, مايكرو يعني مايكروسكوبيه في المخ, ده هيقضي عليها, ما سيبهاش وبعد سنه ابص الاقي رجع تاني للعيان الورم دوت. مش كل طبعا الاماكن اقدر عليها بريفنت, غالبا اللي بنعمل عليه بريفنشن هو المخ, وغالبا في النوعين دول بس من الاورام. يبقى دي تقسيمه الراديوثيرابي اكوردنج للايم, حسب الهدف بتاعي. اخر نوع هو توتال بودي راديوثيرابي. احيانا الناس اللي بيتنقل لهم بوم مارو, يعني ناس واحده عنده سرطان دم او سرطان في هو الحيل الليمفوما, من ضمن خطط العلاج انه ممكن تيجي مرحله نقول عايزين نغير النخاع بتاعه كله اللي هو البوم مارو كله, عشان يتغير ونحط له واحد جديد, ده القسم ابدا الدم اللي بيعمله, لازم ندي حاجه تهبط له خالص الجهاز المناعي عنده, او ان انا اموت خالص الستيم سيلز اللي عنده, دي بنعملها بالراديشن. اتس ابليشن, يعني ابليشن يعني بفني اوف بون مارو باي راديشن ان اوردر تو سبريس ذا اميون سيستم, عشان انا هبط الجهاز المناعي, ايراديكيت ليوكيميك سيلز لو فيها اي ليوكيميك سيل, ليوكيميا اللي هي سرطان الدم, كلير سبيس فور ترانسبلانت سيلز, بموت خلايا عشان احط خلايا جديده بدلها اللي هي هزرعها, الترانسبلانت يعني بيزرع الخلايا, ديورينج بون مارو ترانسبلانتيشن اثناء زرع النخاع. يبقى عندنا اربع types of radiotherapy according to aim: curative, palliative, prophylactic, و total body radiotherapy. طيب radiotherapy types according to timing, بدي امتى؟ ممكن ادي adjuvant, يعني الكلمتين دول معلش مصطلحين نحفظهم. adjuvant يعني انا بعالج اساسا العلاج الاساسي بتاع المرض وبعدين بدي بعدها radiation. ده اسمه adjuvant, غالبا بيكون بعد الجراحه بالظبط في post surgical. ليه؟ مثلا مريضه عملت عندها سرطان ثدي وشالت الثدي, ممكن يكون ورم كبير والجراح بيشيل في خلايا صغيره دي مش هتبان بالعين, وهو خلاص الجراح شايف ان هو شال,
بنلاقي فيه خلايا ترسبت او ركنت على الجلد مثلا، ما يجيش بعد كده الاقي فيه نطر بعدها بعد شويه، الاقي الجلد بدا يرجع تاني ويحصل حاجه اسمها ريكرنس اللي هي ارتجاع الورم تاني على الجلد. فبعمل بديها بعد الجراحه خلاص هي اتعالجت ما عندهاش حاجه خالص، بدي راديوثيرابي بعدها عشان لو في اي خلايا بتختفي. ده بيأخر الارتجاع. في اورام ما بنقولش عليها كيورد، في بعض كتير من الاورام اللي ظهر بريست مثلا ما بنقولش عليه ثدي، ما بنقولش عليه كيورد، ما بيخفش بس بيبقى اسمه كنترولد. كنترول دي انا محجمين، مديها راديوثيرابي ما يرجعش على الجلد، مديها كيموثيرابي لو خليه داخله في الاوعيه الدمويه تموت، ان انا بحجمه على قد ما اقدر او باخر الارتجاع. انا عارف ان الاورام دي بترجع مثلا في اورام البايض، الاورام العنيفه اللي بترجع بالذات لو مرحله متاخره، ما بدي علاج مش عشان خلاص كده العيان ممكن يبقى خف، بس انا عارفه ان في مرحله معينه بعد سنه 2 3 هيرجع تاني، بس انا باخر المرحله اللي هو يرتجع فيها. ده اسمه ادجفنت تريتمنت، بعد ما بيخلص العلاج بتاعه خالص، بعد ما بيخلص الجراحه بروح مديله راديشن اخر فتره الارتجاع. تحفظي يا فندم؟ لا التحفظي حاجه ثانيه، التحفظي بيقول عليها مثلا في الجراحه اللي هي بدل ما اشيل الثدي كله اشيل الورم بس، دي اسمها جراحه تحفظيه، احافظ على العضو. فهمني حضرتك؟ دي اسمها جراحه، لكن ده اسمه لا ادجفنت اللي هو يعني بنسميه بالبلدي كلام معين، بيجي لنا يقول انت بتديني علاج كيماوي ليه، ولا بتديني علاج الاشعاع ده ليه، ما انا خلصت عليك وعملت الجراحه وشلت الورم. احنا بنقول لهم ايه اللفظ ده كده، دايما نقول لهم غسيل. يعني لما عيان يجي بعد ما خلص الجراحه بتاعته، عيانه جت بعد ما عملت استشاره الثدي وكل حاجه كله تمام، تقول لي كده كويس، اقول لها زي الفل مفيش حاجه، قلت لها بتديني علاج ده ليه، ما بعرفش اقول لها ادجفنت، يعني المرضى مش هيفهموا كلمه ادجفنت، بقول لها ايه غسيل. يعني لو في اي حاجه صغيره مركونه ولا موجوده بنحاول ان احنا نقضي عليها. الجراحه التحفظيه اللي هي ما بشيلش العضو، بشيل بس الورم. فاهمني؟ اسمها كونسرفاتيف كونسرفيشن. في نيو ادجفنت بديله قبل الجراحه. لاسباب كتيره بقى مش مشكله، بس يعني فور يور انترست كده ممكن نقولها. يعني بشوف انا هعالج ازاي الاساس وادي قبلها راديشن. زي مثلا اورام القولون، اورام المستقيم. لو العيان عنده الورم المستقيم ده في مثلا مكان معين، والجراح لو دخل شال هيشيل معاه السفنكتر. السفنكتر هو الصمام. الصمام بتاع الانس اللي هي بتاع التبرج. لو الدكتور الورم ده قريب وشال الصمام ده من احد اسبابها، يعني من احد فوائدها نيو ادجفنت. العيان هيتركب كولوستومي اللي هي بقى بيعمل تحويله لبره ويركب كيس لبره. فبندي راديشن الاول نبعد الورم يقلل حجمه فيبعده عن الصمام، ولما الجراح يشيل اسهل ان هو ما يخبطش في الصمام خالص، فالعيان ما يخشش في المشكله دي. احيانا تاني الاسباب كتيره نيو ادجفنت، ان انا اقلله يعني الورم يقل، العيان الدكتور لو دخل جراح مش هيشيل كل حاجه، مش هيعرف يشيل كله، فانا بقلل له حجمه شويه، وطبعا هديله راديشن الاول فانت هتعرف تخش يشيل كويس. احيانا بعد الجراحه لما بعمل جراحه الاول بعدين بدي راديشن بيعمل حاجه اسمها فايبروزس تليف، فالعيان يفضل عايش بالتليف ده، هو عمل الجراحه خلاص بعدين اخذ الراديشن بعدها، الراديشن ده بيعمل من ضمن اعراضه الجانبيه الداخليه التليف، فالعيان يفضل عايش بالتليف ده. لكن لما ندي علاج اشعاعي الاول وعمل تليف بعدها بثلاث اسابيع بنعمل الجراحه، يجي الجراح يخش يشيل الحته اللي اخذت راديشن، خلاص الحته اللي كانت التليف اتشالت، فالعيان ما يعانيش منها بعد كده. اسمه نيو ادجفنت. نيو يعني قبل. نيو ادجفنت بيفور ديفنتيف تريتمنت موداليتي غالبا بري سيرجيكال قبل الجراحه. التقسيمه الثالثه اكوردنج تو موداليتي يوزد، طريقه استعمال الراديشن. في حاجه اسمها اكسترنال بيم. اكسترنال يعني من بره، يعني الشعاع جاي من العيان من بره، وهوريكم الصوره ليها. دول هنقولهم بالتفصيل بقى مع العمل ان شاء الله من اول المره الجايه، بس النهارده هيبقى كده كلام سريع. وفي انترنال بيم، انترنال راديو ثيرابي، يعني انا بحط مصدر الشعاع جوه الجسم بكذا طريقه برضه هنشوفها في العمل. الاكسترنال بيم ابلايد تو بودي اكسترنالي يوزنج سبيشال ماشين، نستخدم اله معينه جهاز معين. ده شكلهم بيقولوا اشكال كتيره بس ده غالبا بيبقى شكله كده، وفي العمل بقى هوريكم انواع الاجهزه المختلفه وازاي بتلف عشان تاخد كل الزوايا من عند العيان. بيبقى نايم والشعاع بينزل عليه من فوق. ابلاي تو ذا بودي اكسترنالي يوزنج سبيشال ماشين. في عندنا انواع كتيره من الاكسترنال بيم برضو اساميها مهمه. في حاجه اسمها 3 دي او 3 دايمنشنال، كنا زمان، دلوقتي اللي بيستخدم غالبا هو 3 دي ده. طبعا انواع الجهاز دي هتعرفوها ان شاء الله في العمل، ومهمه انكم تعرفوها حتى لشغلكم. يعني كنا زمان حاجه اسمها 2 دي. 2 دي يعني احنا بنحدد مكان الورم، بنعمل اشعه عاديه بلين اكس راي، وبلين دي بتبين بونز عاده. لو انا هعمل حد مثلا على كنت مثلا ندي على الثدي مثلا، بصور الصدر بيبين الضلوع.
باخد انا علامات على العظم، يعني انا ببقى متوقع، انا مش شايفه الورم في البلين اكس راي، ما بيبانش ورم، بيبانش حدوده بالظبط. فانا بقول ايه، انا هاخد من الاول العظمه الفلانيه. دي كانت حاجات مكتوبه، يعني حاجات محسوبه، مش انا اللي بقول، يعني حاجات جايد لاينز. يعني يقول لك خد من تعالج الحته الفلانيه، تاخد من العظمه الفلانيه للعظمه الفلانيه، ومن اليمين تخش سنتي بعد مثلا العظمه الفلانيه، وتطلع بره سنتي عند العظمه الفلانيه. انت بتاخد مقاسات، لكن ما انتش شايف الورم بالظبط. 2 دي يعني بعدين اتنين بس، اللي هم طول بعرض بس. فما كناش بنحدد مكان الورم بالظبط فين. بناخد كده على العظمه من بره، احيانا مثلا لو حد هياخد على الغده مثلا في المخ هنا، يقول لك نطلع فوق سنتي من عند مش عارفه الودن، نطلع 2 سنتي فوق 3 سنتي تحت ورا مش عارفه سنتي، نرسم خط مش عارفه اعمل ازاي من بره من على جسم العيان وندي عليه. بنبقى متوقعين غالبا دي حدود الورم، بس ما يبقاش باين ورم ظاهر. ده اسمه 2 دي. طبعا كان بيحصل منه اخطاء كتيره، بس كان هو دي الاجهزه اللي موجوده في كل العالم، لان ممكن يبقى الورم اكبر شويه او اقل شويه، او الشعاع هو داخل ما ياخدش الورم مظبوط، يخبط في حاجه تانية، فتعمل المضاعفات السايد افكتس تبقى عاليه. دلوقتي اللي موجود حاليا واللي بيستخدم دلوقتي حاجه اسمها 3 دي، ان انا بصور العيان بسي تي. سي تي انا شايف الورم بقى، وبنحدد حوالي، هنشوفها بقى ان شاء الله في العمليه لما نيجي نعمله باذن الله. افندم مش سامع؟ تمام تمام. يعني ثلاث ابعاد 3 دي، ثلاث ابعاد، ثلاثه دايمنشنز. يعني بيتشاف الورم بالظبط في السي تي، وبيتعمل دوائر حواليه، بيترسم حواليك حاجه اسمها كونتورنج، نشوفها نشوفها في العملي. نقعد نرسم الورم بالظبط بقى بالظبط، ما شايفينه قدامنا على السي تي. العيان بيخش يتصور بجهاز سي تي، بعدين يتنقل الصوره دي على جهاز كمبيوتر، نقعد بقى نرسم الورم، ونرسم كل عضو احنا بنخاف عليه. يعني لو احنا عايزين ندي الورم الجرعه الفلانيه، لكن ما جيش جنبه مثلا، لو جنبه الحبل الشوكي ما تديش الحبل الشوكي اكتر من كذا، اقعد اعلم على الحبل الشوكي. ما نديش مثلا حد بياخد في المخ، ما انا مش عايز اخبط العين، انا عايز اعمل غده فوق بس مش عايز اخبط العين، احوط العين واحوط الورم على الكمبيوتر، والكمبيوتر بعد كده هو بيرسم الشعاع ده داخل وصل للورم داخل بنسبه قد ايه، وداخل العضو اللي جنبه بنسبه قد ايه، داخل لكذا بنسبه قد ايه. ما بيقلل خالص فرصه ان الاعراض الجانبيه، ان الاورجنز او الاعضاء اللي انا مش عايز اديها ما تاخدش دوز عاليه، وابقى عارفه بالظبط الورم فين واخد جرعه قد ايه. دي اسمها 3 دي، 3 دايمنشن. انا ممكن اقول لكم الاسماء، بس انا بحب تبقوا فاهمين يعني ايه، يعني مش مهم تبقوا مطالبين قوي بيها. يعني في حاجه اسمها الاي ام ار تي، دي اسماء يعني اعتقد اغلبكم بيتشغل راديولوجي يعني، او مش كده؟ امال معلش سؤال، هو يعني اغلبكم بيشتغل، انا فاكره انكم كلكم راديولوجي يعني، يعني في في في, في مجال الاشعه والاشعه وكده. راديو ثيرابي، طب كويس، يعني الحاجات دي مهمه. طيب الاسماء دي يعني هتبقى متداوله عندكم كتير قوي، فتبقوا فاهمين دي ايه. ده ال 3 دي اللي قلنا عليه، اللي هو ثلاثي الابعاد. في العمل اللي هوريكم لها صور، انا المره دي ما كانتش بالي بصراحه ان اجيب لكم صور ليها. يعني في حاجه اسمها الاي ام ار تي، هو نفس الجهاز اللي هو انتنسيتي ميديليتد راديو ثيرابي. يعني في ال 3 دي انا بدخل اقول انا هدي الاورجن الفلاني جرعه فلانيه، وابدا ارسمه وارسم الاعضاء اللي حواليه اللي هي انا خايفه عليه، عشان اشوف كل واحد هيروح له جرعه قد ايه. الاي ام ار تي ده جهاز بيبقى عامل زي نفس الجهاز بالظبط، بس بيبقى عنده عارفين التكييف او الشرايح، عباره عن الجزء اللي نازل منه الشعاع عباره عن شرايح. الشرايح دي بتطلع وتدخل، يعني مثلا لو هم 9 شرايح، ده يطلع ده يدخل ده يطلع ده يدخل كده، يعني كده شرايح كتيره متقسمه. الجزء اللي بينزل منه الشعاع متقسم شرايح كتيره، شرايح رفيعه مستطيله كتيره، تدخل وتطلع في نفس الجلسه. دي بنستخدمها قوي في الاورام بتاعت الهيد اند نيك، عشان رفيعه قوي. انا مثلا عايز ادي الجزء الفلاني جرعه فلانيه، بس عايز احافظ على فلان على الحته الفلانيه اديها جرعه فلانيه. اما استعمل اي ام ار تي هو اوتوماتيك، الدوز الجرعه وهي نازله، وصل مثلا الشعاع وصل للحته الفلانيه بجرعه معينه، يروح الشريحه دي تروح قافله، تروح داخله كده قافله، خلاص انا مش حد هنا اكتر من كده خلاص، ودي تفتح عشان ده لسه الحته الفلانيه عايز تاخد جرعه اعلى، فيكمل البيم الشعاع نازل في الحته دي. خلاص وصل له الجرعه اللي انا عايزاها، هو اوتوماتيك بيروح قافل وشريحه ثانيه تفتح. بتفضل الشرايح داخله طالعه كده بحيث انها توزع الجرعات مظبوطه زي ما احنا حاطينها على الكمبيوتر على الورم وعلى الحاجات الجانبيه اللي حواليه. ده اسمه انتنسيتي موديوليتد راديو ثيرابي. يعني موديوليشن، يعني موديوليشن يعني تحوير او تحكم، يعني ان انا بطوع البيم اللي داخل، بطوع قوة البيم اللي داخل. انتستي يعني قوة البيم، موديوليشن يعني تطويع،
ان انا بطوع الشعاع اللي داخل حسب انا عايز ادي ايه كام. تمام؟ في جهاز واحد هو الجهاز بيبقى متصمم كده، ده اسمه intensity modulated، ده بيستخدم في مصر. افندم الدوز ده بقى ده موضوع كبير، حاجه في الراديو بيولوجي، كل ورم له دوز معينه في مرحله معينه. قصدي الدوز اللي بتوصل للبيشنت نفسه بتتحسب ازاي؟ حسب الدوز اللي خارج من السورس ولا الدوز اللي وصلت للبيشنت؟ سؤال حلو قوي. في حاجه، لا دي الراديو بيولوجي، دي على فكره الجزء ده هقوله المحاضره الجايه عشان ده. في حاجه اسمها ابزورب الدوز، وحاجه اسمها ايكويفالنت دوز، وحاجه اسمها افكتيف دوز. تمام؟ الابزورب الدوز اللي هي الدوز اللي بتترسب في الـ في الـ في الاورجن، اللي بتتوصل في التيشو في الورم، دي الابزورب الدوز. ولما احنا بنقول بندي الورم ده بتتحسب بيونت اسمها جراي. لما بنقول بندي العيان ده 30 جراي، يبقى كميه الاشعاع اللي هيمتصها الورم 30، الابزورب الدوز 30 جراي. تمام؟ فدي لما دوز حسب كده، وبتبقى دي حاجات مكتوبه، احنا مش بنالفها، يعني احنا بيبقى معروف الورم الفلاني في المرحله الفلانيه هياخد كذا، الورم الفلاني لو وصل لحد الفلاني هياخد كذا، دي بتبقى حاجه ثابته. في حاجه اسمها الايكويفالنت دوز، يعني تعرفين في انواع كتيره من الراديشن بيمز هنقولها دلوقتي. كل نوع راديشن بيم له صفات معينه. اتخرجتنا بره الموضوع بس هقول لك. تمام. لدوز معين. تمام. دوز معين مقصود في الجهاز ده. تمام. الدوز اللي وصلت للبيشنت ولا الدوز اللي خارج؟ لا، اللي وصلت للبيشنت. اللي خارجه من السورس ثابته، انا هغيرها ازاي؟ هو السورس بيطلع بيم ثابت، ما اقدرش اغيره. انا بقدر اغير اللي واصل للبيشنت. يعني انا لو قفلت خلاص البيم مش داخل، مش هيعدي. فتحت البيم هيعدي. تاني؟ فانا بغير الدوز اللي واصله للتحت، لكن السورس اللي فوق ثابت، هيتغير السورس اللي فوق ازاي؟ ما بيتغيرش. ما بنعدلش حاجه في الجهاز. الجهاز بقى بيحسب ايكوال تو ابزورب. اما نقول هندي العيان دوز كذا، دي المقصود بيها الابزورب الدوز. تمام؟ دي اللي احنا بنقولها عايزين التيومر ياخدها. نقول عايزين التيومر ياخد الدوز الفلانيه. كويس؟ في حاجه اسمها الايكويفالنت دوز، دي بتبقى حسب البيم. يعني انا بقول ايه؟ انا عايز ادي للتيومر الورم 30 جراي. طب هو انا لو وديته بالكترونز او اديته بفوتونز او اديته ببروتونز، هم هيبقوا نفس ال 30؟ لا، يبقى لازم اغيره حسب الكرايتيريا، حسب خصائص البيم ده. فانا بضرب بايكويشن معينه، معادله معينه كده، بضرب حاجه اسمها بدي في كده حاجه محسوبه لكل نوع بيم له رقم، حاجه اسمها ويتنج اوف ذا بيم، ويتد بيم. يعني بتتكتب كده حتى دبليو ار، ار اللي هي راديشن، يعني كل نوع شعاع بياخد رقم معين او اسمها ويتد بيم. كويس؟ بضرب الدوز اللي انا عايز اديها في الويتد بيم ده، يعني الويتد بيم ده رقم خاص بالنوع الشعاع اللي نازل. تمام؟ خاص بنوع الشعاع اللي نازل. فاقول لو انا حدي بروتونز حدي 30 جرام، لكن لو حدي فوتونز حدي نوع عدد ثاني من الجرام، لان الشعاعين دول مختلفين في خصائصهم، ما اقدرش ادي نفس الجرعه بشعاعين مختلفين. فدي انا بحسبها في حاجه اسمها ايكويفالنت دوز وليها معادله معينه. لما بيكون بقى انا خايف على اوجرز، ودي حاجه من اسمها بروتكشن اوف راديشن، بكون خايف على عضو معين جنب مكان التيومر. الشرايح دي بليز بتخرج وتخرج على اساس ايه؟ ان انا بخاف على الاورجنز اللي تحت. كل اورجن حساس بدرجه معينه، او بيمتص راديشن بدرجه معينه، وتاثير راديشن عليه بيختلف من عضو لعضو. تمام؟ العكس بقى، بيدوا التيشوز ارقام، او حاجه اسمها ويتد تيشو بقى، ويتنج اوف ذا تيشو اوف ذا بيم. فاهمني؟ لو هو بقى البيم ثابت، بعمل حاجه اسمها ويتنج اوف ذا تيشو، بيدوا رقم، او يقول لك الويتنج، لو التيومر ده جنب المعده، المعده بتاخد كذا، لو جنب السباينال كورد الحبل الشوكي بياخد كذا. نحسب بقى كل عضو جنب تيومر انا خايف عليه يستحمل قد ايه من البيمز، يستحمل كميه دوز قد ايه. لو انا حد بيه 50، ما اقدرش ادي حاجه جنبه 50، هتبوظ هتموته. ما اقدرش ادي، لو انا حد بيه، احنا بنوصل للتيومر ممكن نوصل حاجه و70، لو اديت حاجه و70 لو اوردر جنبه هيموت العضو ده، هيزيد. فبنحسب بندي كل عضو جنب الورم حاجه اسمها ويتنج اوف ذا تيشو، يعني ميزان بالعربي كده، هو ده بيستحمل قد ايه. فبشوف كل اورجان جنب التيومر بيستحمل قد ايه، واشوف بقى دي بحاجه كمبيوترايزد، يعني احنا بندخل مجرد ارقام بس، ودي حاجه كمبيوترايزد. يروح مطلعها يقول لك ما تديش ده اكتر من كذا، خلاص هو اوتوماتيك بقى، انا مش عايز اوصل للحته دي، مش هو البيم وهو نازل. يعني مثلا
في عضو هنا بيستحمل 5 جرايه وهنا بيستعمل 10 جرايه والورم هو عايز يديله 50 جرايه، هو عند 5 جرايه هيروح بليد داخل مغطيه اللي تحت، اما نوصل ل 10 جرايه هيروح بليد داخل مغطي ده ويسيب الحته دي مفتوحه لحد ما توصل ل 50 جرايه. فهمت حضرتك؟ وصلت كده؟ لما بقول بدي جرعه دي اسمها الابزور بالدوس، دي اللي بقول بدي التيومر كذا جراي يبقى دي الابزور بالدوس. واصله ولا موضوع صعب؟ طيب فهمنا الانتنسيتي موديليتد. طيب في حاجه اسمها الايمج جايدد. ايمج جايدد راديو ثيرابي يعني لما بندي ورم عشان نصغر حجمه مثلا بياخده على كذا جلسه ما بياخدوش على مره واحده. فاديت النهارده ممكن بعد 10 ايام يكون الورم ده قل شويه مثلا يعني. فانا حدي نفس البيم بنفس الحجم نازل على الورم كده ما هو الورم قل. فانا خلاص مش محتاجه اللي بره، مش محتاجه حاجه اسمها ايمج جايدد. ان كل صوره كل جلسه العيان بيخش ياخدها بيتصور بيبقى جهاز له كده فتحه يعني. بس الايمج جايدد مش موجود في مصر بسهوله، احنا وصلنا لغايه دلوقتي الاي ام ار تي. بيبقى عباره عن جهازين، واحد سي تي وواحد راديشن، هو نفس الترابيزه نفس السرير يعني نفس السرير العيان نايم عليه، بيخش كده ياخد الصوره بيروح راجع كده دخل الجهاز واخد الجرعه بتاعته. بنشوف تحت الصوره هل ده الورم زي ما هو، وضعه زي ما هو، حجمه زي ما هو، حاجه اتغيرت ولا ما اتغيرتش الكلام ده. او ان مثلا عيان لو اورجان بيتحرك يعني احنا رسمنا مثلا عيان احنا بندي مثلا ورم على الرئه. لا البيتس دي حاجه ثانيه خالص خالص. بس حس زاد. لا 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 البيتس دي حاجه ثانيه خالص تماما. لا لا البيت سي تي احنا بنعمل البيت سي تي انت بتدي ماده مشعه بتصورها تمام. البيت لوحده انت بتصور الجسم مش محدد ملامح للجسم، الجسم على بعضه ويقول لك هنا في حته منوره يعني دوره هنا حته منوره دوره، بس انت مش عارف بالظبط حدوده ايه. وبعدين الاحدث بقى بدل البيت بيعملوا بيت سي تي يعني يعملوا البيت اللي هو الصوره ده ويلزقوا عليها صوره ثانيه سي تي ويعملوا لها اوفر لابنج على بعض. فدي الصوره المنوره اما اتحطت على سي تي، سي تي بقى مبين كل عضو بالظبط. فانا شايف بقى الحته المنوره دي في انهي حته بالظبط؟ المنوره دي في الكبد، المنوره دي في كذا، المنوره دي في كذا. يعني عملوا بيت بعدين عملوا سي تي وعملوها فيوجن حطوا لها على بعض. ده البيت سي تي. لا دي حاجه ثانيه خالص، ده دايجنوستيك، بيت سي تي ده دايجنوستيك. لكن ده ثيرابيوتيك. احيانا اورام الرئه مثلا بندي على ورم على حته في الرئه. والعيان احنا رسمناه وصورنا الورم وبتاع والعيان بياخد نفس بصوره معينه. بالظبط كده العيان ممكن يتحرك ممكن ياخد يكون تعبان وقتها ما خدش نفسه بقى نفسه اختلف لما كان الورم اختلف. لما الواحد بيتنفس الرئه بتطلع وتنزل الورم بيطلع وينزل سنتي او 2 سنتي. طبعا احنا بنتكلم في الملي ملي و2 ملي بيفرقوا على طول بيم يخش كده بيبقى بيم عيان يخش ياذي. فبيعملوا صوره يصور يشوف الوضع هو هو لا بعدين يخش ياخد الشعر. دلوقتي في اجهزه احدث بتبقى نفس الجهاز بيصور ويدي الشعر على طول الترابيزه ما بتروحش وتيجي سيما ما بيروحش وبيجي. ده اسمه الاي جي ار تي اللي هو ايمج صوره جايدد بمساعده الصوره. في حاجه اسمها ستيريوتاكتيك راديو ثيرابي. الستيريوتاكسي ده بيبقى بدل ما بندي العيان على كذا جلسه 10 جلسات 15 جلسه 5 جلسات حسب بجرعات متقسمه. في حاجه اسمها ستيريوتاكسي يعني بيم واحد عالي جدا في مره واحده بيتاخد ممكن يعني ممكن توصل حتى 3 مرات يعني شعاع جامد دوز عاليه جدا جدا بشعاع رفيع جدا. دي بقى له جهاز معين يعني بيعملوه في القاهره في موجود في القاهره في معهد الاعراف في القاهره. فندم ده مش هدور الاجهزه الاورجنز اللي جنبي. لا 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 ده بقى شعاع صغير كده رفيع طخ بيروح دخل كده على طول. فده بيحتاج بقى حسابات معينه دقيقه جدا اعراض الجلوكوما بتبقى اقل جدا طبعا يعني بنستخدمه اكتر في حاجات اللي بتخص المخ. دلوقتي بيستخدموه في الرئه برضه بس اكتر حاجه بيستخدموها فيها في المخ. يروح الشعاع داخل مثلا لو غدد هيسمها البيتيوتري يروح بدل بقى ما كنا بنحسب فيلد بنحسب كده مجال كده كام في كام سنتي او بنرسمه على سي تي او بتاع ده بيروح شعاع واحد داخل او من كذا يعني بيم كده طخ رفيع كده كده على طول. ما بنعملش مساحه بقى يخش على الورم كده على طول شعاع رفيع دوز عاليه جدا بتعدي ما بين مره وثلاث مرات يعني. اسمه ستيريو تاكسي. احيانا بيستبدلوا بدل الجراحه في اورام المخ يعني بدل ما بيشيلوا بالجراحه يروح عاملين ستيريو تاكسي كانك يعني دوز عاليه جدا كانها بتخش تشيل يعني. بس محتاج طبعا تكنيك عالي وحسابات دقيقه. فندم دلوقتي في حاجات طالعه في الليفر وحاجات طالعه في الرئه بس يعني الاستخدام الاساسي ما زلنا احنا بنعمله هنا في المخ وغالبا بيبقى في القاهره يعني.
اللي بتحتاج جهاز معين. في حاجه اسمها انترا اوبرتيف راديو ثيرابي، دي برضو مش في مصر عندنا بس بره، بس قلت اقول لكم اساميهم. يعني دي لما بيرام مثلا القولون او كده او المستقيم اورام، يعني بعض انواع من الاورام، وهو في اوضه الجراحه، هو اوضه العمليه، بيفتح العيان ويشيل الورم ويدي راديشن في ساعتها بجهاز معين، يعني عيان مفتوح وبيتاخد راديشن وهو على ترابيزه الجراحه ومفتوح، بيتشال الورم والعمليه كل حاجه وياخد راديشن في لحظتها. لا ما بقول حضرتك مش موجوده في مصر، احنا عندنا هنا في مصر 3D والاي ام ار تي، يمكن احدث حاجه هنا في مصر الاي ام ار تي. الاستيريو تاكسي في موجود جهاز في القاهره، في ناس بيشتغلوه، في ناس في اسكندريه هنا بيشتغلوه، بس ما فيش جهاز يعني، بس في القاهره موجود في معهد الاورام. فندم في الاستيريو تاكسي حضرتك تقصد الاستيريو تاكسي بايوبسي، هي نفس الفكره. انا الحقيقه يعني انا يعني هي احنا بنعرفها نظري، بس الحقيقه عمرنا ما خدنا معنا يعني ما عمرنا ما طلبنا استيريو تاكتيك بايوبسي، يعني ما اعرفش بصراحه التكنيك بتاعها بيبقى ازاي. يعني الحقيقه انا مش دي بتتعمل فعلا جايز، ما انا عمري ما طلبتها بصراحه، يعني مش عايزه افتي في حاجه يعني مش عارفه بصراحه. يعني احنا عندنا يعني احنا بنعرفها نازل بتعمل في بريست وكده، بس احنا عاده لما بنطلب بنطلب كو حاجه اسمها كور بايوبسي، دي اللي بنطلبها. يعني الستيريو تاكتيك بايوبسي في البرين. طب انا هشوف، شكرا على المعلومه. في البرين تمام. عادة لما بنقل بنحب نقلل الراديشن للاورجنز الجانبيه بندخل من كذا بيم، بندخل من كذا. يعني كان ايام ال2 دي ده بنروح مثلا عيان هياخد هنا على حاجه اسمها البيتيوتري، مثلا غده المخ البيتيوتري، نروح مدخلين بيم هنا وبيم من هنا، نخلطش الدنيا كلها بقى في النص. ال3 دي بقى والحاجات دي ساعدت ان يدخل بيم من هنا وبيم من هنا وبيم رفيع، بيمز رفيعه بقى، ما بيخشش بقى كده بالحاجه عريضه، البيم ما بيخشش كده بالحاجه عريضه كده نازل، لا بيخش بيمز رفيعه من كذا اتجاه. تخش على تيومر وتقلل الاعراض الجانبيه للاورجنز اللي حواليها. دي بنسميها كونفورمال راديو ثيرابي. تمام؟ يبقى دي الانواع الاكسترنال بيم راديو ثيرابي. ده قلنا شكل الجهاز. عايزين نشوف انواع. بصوا البيم بيبقى العيان نايم والبيم بينزل عليه كده، الصوره دي هتتكرر ثانيه لما نيجي ناخد انواع البيمز. في بقى الانترنال راديو ثيرابي. الانترنال راديو ثيرابي بتقسم، في عندنا حاجه اسمها براكيو ثيرابي وراديو ايزوتوب ثيرابي. براكي ثيرابي، مش عارفه انا حاطه صوره ولا لا، في اللي عامل هحط لكم صور واضحه اكتر. يعني براكي ثيرابي دي بتبقى سورسز اوف راديشن، بتبقى صغيره عباره عن زي البلي كده، ممكن تبقى مترصصه في انبوبه مترصصه بتاع، بتخش بقى جوه الجسم. يعني الشعاع العيان ما بينامش والشعاع بيجي من بره، لا ده بيخش جوه الجسم بطريقه معينه هوريها لكم في العمل. مثلا اهي ورم في الرئه مثلا زي ما انتم شايفين كده، ورم في الرئه، بدل ما اديله اشعه من بره بروح مدخلها سورس كده بمنظار وبيخش فيه سيدز دي، متقسمه على مسافات معينه هوريها لكم بعد كده، متقسمه على مسافات معينه كل واحده منهم بتطلع دوز بطريقه معينه، راديشن بطريقه معينه، وبتوصل لحد هنا بتتحط وقت معين، بتطلع راديشن بريت معين، يعني بتطلع قد ايه في الدقيقه او قد ايه في بير تايم يعني، ونوصل جرعه معينه للتيومر من جوه الجسم. نعملها في حالات مثلا زي البروكوبسكوب، حاجات بتتعمل كتير قوي قوي البراكي ثيرابي في الحاجات اللي جاينا، امراض النساء الرحم والعنق الرحم بتتعمل فيها كتير جدا البراكي ثيرابي دي. ان شاء الله في العمل هوريكم صور كتيره ليها وازاي تتعمل. يبقى الانترنال ريتو في البراكي اللي هو بيبقى عباره عن امبلانتس سيت او امبلانتس بزرعها في التيومر، او يا اما في التيومر نفسه، هنقول لكم انواعها بعد كده. التيومر احيانا بنغرس زي سيخ كده جوه التيومر نفسه، هوريها لكم بعد كده ان شاء الله. تمام؟ او انها تبقى حاجه في تجويف جنب التيومر زي اللي هي بتاعت الرئه دي، بيبقى ده التجويف، والسيدز دي بتقعد في ال انا هعمل بدا وانت مش عارف اشتغل بالماوس. بصوا هنا بتقعد السيدز دي بتقعد هنا في الانبوبه دي كده. تمام؟ يعني هي مش في التيومر نفسه، هي تبقى في تجويف جنب التيومر. دي انواع. في حاجه اسمها تمبرري، ان انا ممكن اتحط تتشال بعد فتره، في بيرمننت تتحط ما تتشالش لحد ما السورس هو نفسه بيطلع كل الراديشن فيه، خلاص بيسكت بعد كده. ده البراكي ثيرابي.
في temporary و permanent implants. في الراديو ازوتوب ثيرابي ده العيان بيشرب ماده معينه في انواع معينه من الاورام زي الليمفوما مثلا في المراحل بقى المتقدمه، ودي حاجات نيو تكنيكس، يعني انه بيشرب ماده معينه فيها ماده مشعه غالبا بتكون يود تكنيشن حاجات من دي، بتطلع او بتطلع يعني راديشن برضه بريت معين، بريت معين وهي بيشربها بتمشي في الجسم وبتطلع جواه راديشن بريت معين. دي بتستخدم في حاجات او بتبقى احيانا ليبلد، يعني ليبلد بمواد معينه بس بيلحق الماده المشعه بيشربها وبيبقى تبقى ليبلد يعني محطوط عليها مواد كيميائيه معينه. فندم لا بتتاخد الانديكيشنز معينه، بتعمل قبلها تحاليل معينه يشوف العيان ينفع ياخدها ولا لا. ما استخدمهاش على فكره هنا، ما هو ليه بيتاخد مواد معينه كله ورم له ماده معينه بتتاخد دي. وانت لما الواحد بيعمل بون سكان ولا بيعمل بيت سكان دي بياخد مواد مشعه بتشرب او بتحقن حسب مواد مشعه، تاخد الهفت الهفه بتاعها وتنتهي بعد كده خلاص. ناس فكره الراديشن اللي هي البيرمننت، البيرمننت اللي هي الدائمه بتتحط بتتزرع في التيومر او في التجويف اللي جنب التيومر وبيخلص بقى اللي هو بيخلص الهفه بتاعه وخلاص وبيبقى كانه حاجه خامله بقى مفيش قيمه. ده الانترنال راديو ثيرابي. البراكي ثيرابي برضه مصطلحين نعرفهم اللي هو ذا راديو اكتيف سورس ار بليست ان ذا بودي، بتتحط جوه الجسم كلوز اور انسايد ذا كانسر، يعني بتتزرع جوه التيومر او قريب منه. This is called an implant. Implant حاجة بنزرعها. The type of implant used depends on the type of cancer and may include seeds. أحيانا تبقى على شكل حبيبات كده هنبقى نشوفه بعد كده، أو needles إبر أو wires أسلاك أو كبسولات تبقى مترصصة كده في أنبوبة كده رفيعة بتغرز جوه الورم. في إما temporary إما permanent. ودي شكلها. The radioisotope therapy. This uses radioactive liquid that's taken by mouth as a capsule or given by injection. ممكن أحيانا تتحقن أو أحيانا تتشرب. ده مادة مشعة تخلص الهاف لايف بتاعها وتبقى خلاص لكنها مش موجودة. واحيانا بتبقى حصل لها اكسكريشن في البول بعد كده بتنزل مع البول او كده لو فيها حاجه زياده يعني. دي اسمها انترنال راديو ثيرابي. طيب هنتكلم على تايبس اوف بيمز، انواع البيمز. يعني ده كلام كتير بس هو شرح لكن هتعرفوا منها ان البيمز احنا قلنا في قبل كده نوعين من البيمز ايونايزنج ونون ايونايزنج. مش انتوا خدتوا الحكايه دي قبل كده ولا اللي احنا اللي بنشتغل بيه في الراديشن هو الايونايزنج اللي هو لما بيخبط في الاتوم بيطلع الكترون بيبقى اسمه ايون. في عندنا نوعين من الراديشن ايونايزنج تو ميجور تايبس. عندنا فوتونز اللي هي اكس ريز او جاما ريز ودول اكتر حاجه بنستخدمهم ودول ما يعني مش تشارجد ما لهمش تشارج. او بارتكل راديشن. بارتكل يعني احنا بنشوف بص ده الفوتون اللي فوق ده الفوتون بيبقى ويفز يعني الفوتون دي عباره عن ويفز كده فوتون بي. في عندنا البارتكلز يعني جزء من النيوكليس. بارتكل يعني حبيبات كده بارتكل. الكترون ممكن تكون الكترونز ممكن تكون بروتونز ممكن تكون نيوترونز اي حته من دول بنستخدمها يعني بطريقه معينه جهاز معين بيطلعها اسمها بارتكل بي. بص الفرق بين البارتكل والفوتون. بص الفوتون لما بيدخل وهو نازل بص نازل لحد فين الورم اهو بص طالع منين طالع من ورا يعني عنده اكزيت دوز اللي بيخش بدوز معينه وبيعمل هنا بقى فيه كيرف معين كده يعني كل ما بيخش بيقل بنسبه معينه او بيزيد حسب نوع القوه بتاعته الانتنسي بتاعته لحد ما يوصل للتيومر وبقيه الدوز بص بتطلع منين بتطلع من ورا. طول ما الفوتون ده ماشي كل الحته دي الورم احنا عايزين نقضي على الورم ده بس بيحرق الحته دي كمان وبيحرق كل اللي ورا الورم وهو خارج. ده ايه بالفوتون؟ ان هو بيعمل مثلا افكتس عاليه وده اكتر حاجه بتستخدم بس قلنا بنستخدمها بقى بالطرق اللي قلناها بالتكنيكس اللي قلناها 3 دي او ام ار تي عشان نقلل سايد افكتس دي. لكن مشكلته هو بيعمل سايد افكتس ان هو داخل بيلطش بالبلدي كده بيلطش حاجات وهو داخل وهو خارج من التيومر بيلطش حاجات وهو خارج فبيأذي النورمال تيشو. البارتكلز له بقى طريقه ثانيه. كل نوع بارتكل له طريقه معينه. الالكترونز مثلا بتبقى دايما على السطح دايما بنستخدمها في الجلد حاجات الحاجات السوفيشن او الحاجات اللي على الجلد نستخدم الكترونز تروح خابطه كده وبعد كده ما تطلعش دوز من تحت خلاص في الجلد يبقى هي بتعالج الاجزاء اللي على الجلد بس. في حاجه البروتونز والنيوترون مثلا بتشتغل بطريقه ثانيه ان هي طول ما هي داخله ملهاش تاثير. التاثير بتاعها بيبقى في الاخر حاجه اسمها براك بيك يعني هي بتبقى داخله طول ما هي داخله كل المسافه دي ملهاش افكت بتوصل عند مسافه معينه يبدا التاثير هيظهر. دي بستخدمها لما اكون حاجه ديب وبعدين تظهرها يظهر وتروح مختفيه بعدها يعني تظهرها يظهر يعلى ويروح نازل بسرعه مره واحده هتفضل يعني ماشيه كده في الجسم ما فيهاش اي تاثير. تيجي عند مسافه معينه تروح تاثيرها بتاعها يظهر قوي وينزل بسرعه مره واحده ما لهاش اكزيت دوز. ف
فدي اولا ما بتاثرش على الاعضاء اللي قبل التيومر داخله ملهاش تاثير. وتيجي اما نحسب على مسافه معينه احنا عارفين ان هو البراك بتاع الشعاع الفلاني عند كذا سنتي او عند كذا ملي، والتيومر عندنا عند كذا ملي، يبقى احنا هنحط شعاع بقوه معينه بحيث ان عند الحته دي يوصل للبيك بتاعه يروح نازل على طول، ما فيش اكزيت دوز، ما فيش بقى الحته اللي ورا دي، يبقى تاثيره اكتر على الورا. يبقى الالكترونز والبارتكلز عاده بتشتغل بالطريقه دي، كل واحد كل نوع بيم له مسافه معينه بيدي الماكسيمم افكت بتاعه، اثناء قبله وبعده ملوش افكت كبير، فدي بتقلل السايد افكتس. اللي احنا بنستخدمها هنا عاده الفوتونز والالكترونز، البروتونز والنيوترونز وفي حاجه اسمها الكربون ايونز، دي كلها بتبقى يعني لسه ما حصلهاش استابليشمنت جامد، يعني لسه يعني تستخدم بره احيانا في انواع معينه من الاورام، لكن مش بسهوله انها تستخدم، يعني بيقولك لسه فيها كلام يعني. بصوا فرق بصوا بس الفرق ده هنا، ده الفوتون دي عباره عن ويفز داخل، ده البرين تيومر اهو داخل وبعدين بيروح طالع من الناحيه الثانيه. بصوا البروتون داخل يروح هنا وبعدين مفيش خلاص بقى مفيش حاجه وراه خالص. الفوتون راديشن ده موست كومنلي يوزد في راديشن، ودي هاي انرجي فوتون بيم دي كامز فروم راديو اكتيف سورس اس كوبالت سيزيوم. الفوتون دي اي لها سورسز كتيره يعني من اجهزه معينه احنا بنشوفها لما يجي نشوف العمل ان شاء الله. فوتون بيمز اوف انرجي افكت ذا سيلز الونج ذير باث، طول ما هي ماشيه بتاثر على السيلز عشان كده بتعمل سايد افكتس عاليه. البارتكلز بقى عندنا الكترونز اهم حاجه فيها انها بتستخدم سكين تيومرز ليمف نودز كلوز تو ذا سيرفيس، اي حاجه على السطح او قريبه من السطح ممكن نستخدم فيها الكترونز. البروتون والنيوترونز نفس الكلام، يعني كلام كتير بتعرفوا منها انها مالهاش سايد افكتس لانها مالهاش اكزيت دوز ولها بتدي الماكسيمم افكت عند ديبث معين بيبقى محسوب. الكربون ايونز ده عباره عن ايون بيبقى جواه بقى كل تشارج بارتكلز جواه بروتونز جواه نيوترونز حاجه اسمها كربون ايون يعني فاقد الكترون بس كل الحاجات الموجوده فيه اسمها هيفي بارتكل. ده بنستخدمه بقى في الاخر خالص لما يكون احنا ما بنستخدموش هنا حاجه، لما بيكون عيان بقى خلاص تنفذ كل وسائل العلاج بتاعته ممكن بقى بنجرب حاجات بقى اللي هي اللي طالعه جديد ممكن نستخدم فيها كربون ايونز اسمها بنستخدمها التيومرز اللي عاده ما بتستجبش قوي للراديشن اسمها راديو ريزيستنت، راديو ريزيستنت بيقاوم الراديشن، راديو ريزيستنت ما بتستجبش، راديو ريزيستنت ما بتستجبش، بندي بوتونز بندي الكتروز بندي مش عارف ايه ما بتستجبش. الكربون ايون في كذا نوع من البارتكلز دي، في حاجه اسمها الفا اند بيتا بارتكلز دي عاده اللي بنستخدمها في الحاجات اللي هي بتتبلع او بتتحقن اللي هي بنستخدمها في الانترنال راديو ثيرابي لان الهاف لايف بتاعها بتفيد على طول يعني. يبقى دي اسامي نحفظها اسامي كده بس، وان ده بيستخدم على السكين وده بيستخدم في الديب اورجانز، ده ملوش اكزيت دوز ده له اكزيت دوز بس كده مش اكتر من كده. الفا اند بيتا بارت. في حاجه بقى السايد افكتس اللي ممكن نقابلها في التيومرز، راديو ثيرابي از ان افكتيف تريتمنت فور ماني كانسرز بات كان كوز سايد افكتس. السايد افكت بيختلف من شخص للتاني وبيختلف من اورجان للتاني وتيشو للتاني. السايد افكتس فاري ديبند اون ذا بارت اوف ذا بودي بينج بتعتمد على الحته اللي انا بعالجها. Reactions can also vary from one period of radiotherapy to the next. يعني ممكن عيان ياخد النهارده radiotherapy ممكن عيان يمشي الحكايه كلها من غير اي مشاكل خالص. عيان ياخد النهارده بكره مفيش مشكله، بعد اسبوع 10 ايام لا الدنيا خلاص واحنا بنضطر نوقف العلاج خالص مع بعض العيانين يعني. اهم حاجات بيحصل فتيج في بعض العيانين لما بياخدوا radiation بتاع البرين والكلام ده بيحصل لهم فتيج، العيان بيحس انه خامل وهمدان وتعبان. During radiotherapy your body uses a lot of energy dealing with the effects of radiation on normal cells. Fatigue usually builds up slowly during the course of treatment. لما بيكون الكورس قصير العيان ما بيتعبش قوي، يعني العيان بيحس بالتعب ده لما يكون الكورس على مسافه طويله. Particularly towards the end or بالاخر بيبدا يحس ان هو تعبان and may last for a few months after treatment finishes. يعني العيان بيفضل بعد ما بيخلص الراديوثيرابي يفضل همدان وتعبان شويه شهر اثنين لحد ما تاثير الاشعه كله يروح. عادة اللي بياخد الشعر بيكون بياخد راديو ثيرابي وكل الحاجات دي بتعمل فتيج، فاحيانا واحيانا على فكره عينين بيخلصوا ولا بيبقى كانوا اخدوا حاجه خالص. يعني بيخلصوا زي الفل ولا بيتعبوا ولا حاجه خالص. لكن دي سايد افكت يعني ممكن يحصل ممكن ما يحصلش عشان الناس ما تخافش اللي هم حد قريب بياخدوا اشعه او بياخدوا كمان ما يخافوش. ده بيختلف من عيان للتاني. في عينين بتخلص كل جرعاتها كمان وكل الراديشن بتاعها وتبقى زي الفل. وفي عينين طبعا بتتعب وبنضطر ان احنا نوقف لها العلاج. يبقى اول سايد افكت الفتيج، ثاني حاجه السكين بروبلمز. هوريكم بعض اشكال السكين دي حاجه اسمها راديشن درماتيتس او ديسكوينيشن، دي حاجه اسمها راديشن درماتيتس ودي حاجه اسمها ديسكوينيشن. اللي بتختلف كان زمان بقى في ال2 دي بيحصل الموضوع ده كتير قوي.
وكانت الاجهزه قديمه زمان حاجه اسمها ما بتبقاش متظبطه كويس، كاليبريشن بتاعها بيبقى اسمه كاليبريشن بتاعها بيبقى مش كويس قوي. فبتعمل فات افكتس كتيره. دلوقتي الاجهزه الحديثه كلها بتاعت 3 دي والام ار تي يعني ما بتشوفش دي، ممكن نشوفها دي ماتاكس دي ممكن تشوفها، لكن دي بلاش اشوفها كتير يعني. وبعدين ما حدش يعني المفروض العيان ما يوصلش لحد ما يبقى كده يعني، حاجه زي بتبقى زي الحروق زي الحرق وبتاخد علاج. فندم مش سامع معلش. بيوقف العلاج وبنديها تريتمنت، ومفروض ان العيان احيانا بياخد حاجات نقول فيها انواع معينه نقول له ايه ما تعرضش للشمس، وانت بتاخد ما تعرضش للشمس، ما تلبسش حاجه تحك، ما تستحماش بليفه على المكان بتاع ما يتعكش، لان انت الحاجات دي بتخلي الاعراض دي تسوء يعني او تظهر. المكان اللي بياخد الراديشن عاده بيكون بقى ممكن بيستخدموا كريمات معينه، في كريمات معينه بتتاخد تتغطى من الشمس، ما تتحكش جامد، نقول لها مثلا لو سيده بتاخد على الساد نقول لها البسي حاجه قطن، ما تلبسيش حاجه سينسيتك تفضل تحك عشان نتلافى الاعراض دي. اللي هي السكين بروبلمز حاجه اسمها درماتاكس او ديسكوميشن، مي ميك يور سكين دراي اند ايتشي يعني بيهرش كده ان ذا تريتمنت اريا، كان بير اند لوك ريد ممكن يتقشر ويبقى احمر، سان بيرند اور تاند بياخد لون ممكن لونه يتغير او يبقى زي المحروق اللي جاله حرق كده من الشمس. These actions fade with time and you'll be given special dressings. بتحط عليهم دريسنجز معينه احيانا تبقى ميديكيتد يعني عليها دريسنجز اللي هي تبقى عليها دواء يعني. Some of the radiation passes through your body and out the other side so the skin in that part of your body may be mildly affected. الحاجات اللي بتاثر اللي هي بتخش الاول وتوصل لحد مسافه معينه من غير تاثير وبعدين تعمل بيك وتنزل، دي ما بتاثرش على السكين، فدي اقل حاجات بتلاقي فيها مشاكل من السكين يعني. الفوتونز اللي هي داخله بنفس الدوز داخله طالعه وداخله بتطلع، دي اكتر حاجه بنلاقي فيها سايد افكتس. دي انواع السكين رياكشن. في حاجه اسمها لوس اوف ابيتايت، العيان اللي بياخد حاجات على الاشعه على المعده، اشعه على عاده بيبقى مالوش نفس الاكل قوي، فقد الشهيه. تمام، لوس اوف ابيتايت. العيان اللي بياخد كيمياء بياخد اشعه عاده بننظم له اكل، نقول له كور جرعات وجبات قليله متكرره، ما تاكلش كتير مره واحده. واحيانا بعض الناس تحتاج ان هم يعملوا ياخدوا سبلمنت يعني ياخدوا كده حاجات بنديها لهم يشربوها كده، بتدوا بيشربوها بتساعدهم يعني. تعتمد اكتر احنا بندي فين يعني الاشعه ده فين. هير لوس اللي بنسميها الوبيشيا، احيانا معاهم بياخد على برين او حاجه بنلاقي الشعر في المنطقه دي واقع، دي بتبقى لوكالايزد هير لوس غير الكيموثيرابي. العيال لما بيحصل له هير لوس من الكيموثيرابي بنلاقي في كل جسم الشعر واقع، حتى الحواجب حتى الرموش بتوع احيانا يعني. الهير لوس في الراديوثيرابي بيبقى على الحته بس اللي بندي عليها وبيرجع تاني غالبا، بعد شهر بيرجع بعد شهر 2 3 بعد 3 شهور غالبا بيكون رجع تاني. نوزيا دايريا، نوزيا يعني غممان نفس، دايريا يعني اسهال، بيحصل احيانا حسب بندي فين الاشعه، لو بندي على المستقيم على منطقه في الجي اي تي في الجهاز الهضمي ممكن يحصل نوزيا وبيحصل دايريه، او احيانا على المخ برضه لو في مكان معين فيه السنترز بتاع النوزيا والكلام ده ممكن يعني عنده غمان نفسه ويجي له اسهال، وبعد فتره برضه من الاشعه كل ده بيقف. بيبقى كل سايد افكت من دول له جريدز، بنقسمها جريدز 1 2 3 4. جريد 1 بنقول العيان بندي له لا انت تقدر تكمل، وصل لجريد 2 بنقدر ندي له تريتمنت، وصل جريد 3 بنوقف له، 4 خلاص بنوقف ما يرجعش تاني. يعني بتحسب هو وصل لدرجه ايه، بنقعد نقول له مثلا بتعمل اسهال كام مره في اليوم، يعني بنقعد ناخد تفاصيل السايد افكت. ماوث اند سوالوينج بروبلمز احيانا بيحسبها ميكوزايتس، بصوا زي لما يكون عنده فانجل انفكشن، هم ناس زي ما بيجي لنا كده اوقات التهاب فطري يعني. انا جبت لكم الصوره دي بسيطه، احيانا بتبقى حاجات بسيطه قوي وحاجات بتبقى حاجات عنيفه جدا جدا وبتعمل السرز جامده جدا، بالذات الناس اللي بياخدوا على الراديشن على الهيد اند نيك على الراس والرقبه كده، الشعاع كده جاي مسافه كبيره وبياخد كل منطقه دي ميوكوس ميمبرينز. بتبقى حاجات ممكن احمرار بسيط واحيانا بيبقى مؤلم شويه، واحيانا بقى بيخش في قرح وبتبقى مشاكل ويحصل معاها انفكشن بتبقى مشاكل يعني، واحيانا بنضطر نوقف العلاج خالص لو حصل حاجه زي دي يعني. بس دي بسيطه يعني ما فيهاش حاجه كبيره. فيرتيليتي ايشوز، لو الراديشن بيم في منطقه فيها جونادز على المبايض على التستكلز على كده بيعمل بتوقف الفيرتيليتي، بالذات الناس اللي بياخدوا على الحوض لما بندي على الحوض في بيعملوا بقى بيتغلبوا الحكايه دي، زي لما يكون واحده صغيره عايز تخلف مثلا كذا طريقه. انهم احيانا بنستعيد عن الراديشن في المناطق دي بانواع علاج معينه، واحيانا بحاجه اسمها بتروح الاول تعمل جراحه
وتلف الميبيا لو هي هتاخد على الحوض مثلا من تحت، بتعمل جراحة انها تغير مكان الميبيا شويه، يعني الجراح بيعلق لها الميبيا كاف مكان فوق بحيث ان هو ما يبقاش في مرمى الشعاع وهو داخل يعني، فيحمي الميبيا. لكن احيانا لما بيقع على الحوض بتاثر في الفلتي جدا، وممكن عينين حتى بعد الكيمياء ممكن احيانا يحصل كده يعني، نقول لهم ممكن في احتمال ما يقدروش يخلفوا بعد كده يعني، بس دي بجرعات معينه وانواع امراض معينه واماكن معينه بيتاخد عليها. شكرا جزيلا. في اي سؤال؟ طيب ان شاء الله المره الجايه هنبدا العملي باذن الله. الكلام ده بس لحظه بس قبل ما اقرا لحظه صغيره بس، الكلام ده كله نظري كويس.